لأول مرة منذ 80,000 عام، يقترب مذنب القرن هذا الجرم السماوي من كوكب الأرض. يصل المذنب تسوشينشان أطلس إلى ذروة سطوعه المتوقعة، يليه انتقال إلى سماء المساء. حالياً، يظهر المذنب الشكل الكلاسيكي للمذنب اللامع، حيث يتباهى برأس يشبه النجم وذيل بارز. ومع انتقالنا من سبتمبر إلى أكتوبر، توصلت إجماع الملاحظات المبلغ عنها في قاعدة بيانات ملاحظات المذنبات كوبز إلى أن المذنب يقع في مكان ما بين القدر الأول والثاني. كلما زاد رقم القدر، كان الجسم وضعف، ويبلغ قطر رأس المذنب حالياً نحو 130,000 ميل، 209,000 كيلومتر، مصحوباً بذيل يمتد لنحو 18 مليون ميل، 29 مليون كيلومتر. حتى الآن، كان المذنب مرئياً بشكل أساسي لأولئك الذين يعيشون في المناطق الاستوائية ونصف الكرة الجنوبي. على الرغم من أنه في الأيام الأخيرة جعل المذنب نفسه واضحاً لأولئك الذين يعيشون في أجزاء من الولايات المتحدة، وإن كان ذلك في عمق شفق الفجر، حيث كان يحوم منخفضاً فوق الأفق الشرقي الجنوبي الشرقي. ومع ذلك، قريباً سيحصل المراقبون عبر نصف الكرة الشمالي على أول نظرة جيدة حقاً على هذا الزائر الجديد للشمس. في الوقت الحالي، بينما يواصل المذنب تسوشينشان أطلس طريقه عبر النظام الشمسي الداخلي، فإنه يلمع بنفس سطوع مع النجوم، ولكنه أيضاً متشابك مع وهج الشمس عند الشفق. لذا، على الرغم من سطوعه الشديد، فإن رؤية هذا الجسم فعلياً لن تكون أمراً مؤكداً. ومع ذلك، فإن علماء الفلك الهواة ذوي الخبرة لديهم فرصة جيدة لرصد المذنب تسوشينشان أطلس خلال الأيام القليلة القادمة. وسوف يظهر المذنب إما منخفضاً جداً في ضوء الشفق الساطع في الصباح، قبل حوالي 25 دقيقة من شروق الشمس 7 أكتوبر و 8 أكتوبر و أو في شفق المساء بعد حوالي 25 دقيقة من غروب الشمس 10 أكتوبر و 11 أكتوبر. الرؤية النهارية. ما مدى سطوع المذنب تسوشينشان أطلس في النهاية؟ إن ما يزيد من تعقيد أي تقديرات هو حقيقة أن المذنب يمر تقريباً بين الأرض والشمس. على سبيل المثال، قام جوزيف نونان ماركوس، وهو عالم أمراض متقاعد وفلكي هاو مخضرم لديه اهتمام خاص بالمذنبات، بتقييم درجة مقدار جزيئات الجليد والغبار الصغيرة في المذنب التي ستضاء من الخلف بواسطة ضوء الشمس، مما يخلق تأثيراً يعرف باسم التشتت الأمامي. يمكن أن يجعل هذا المذنب يبدو أكثر سطوعاً بشكل ملحوظ، لأن الغبار وبلورات الجليد تعكس وتعزز سطوعه الظاهري عن طريق تشتيت هذا الضوء تجاه الراصد.